من النهاية أنا عايز أقول لكم أن ياللي عايز تنجح في الدراسة، ياللي عايز تنجح في الرياضة، ياللي عايز تنجح في الدعوة، ياللي عايز هو أنا لما حبيت أجتهد في الدعوة إلى الله وكنت طالب متخرج من كلية الطب وكان نفسي ربنا يفتح عليا في الدعوة، قعدت سنة رابعة طب وخمسة طب وستة طب أعيط بالدموع أن ربنا يستعملني في الدعوة ولم أستعمل. إمتى ربنا استعملني؟ أما رحت مشيت مع إخوة التبليغ والدعوة وسافرت معهم في كل مكان، ربنا استعملني في الدعوة إلى الله إلى هذه اللحظة، لما حطيت نفسي وسط الناس المميزة في الدعوة الميدانية، لما حطيت نفسي في المكان الصح. ياللي عايز تتفوق، ياللي عايز تاخد شهادة عالمية، ياللي عايز تبقى راجل أعمال، ياللي عايز تبقى داعية، ياللي عايز تبقى طالب علم، ياللي عايز تحفظ قرآن، ياللي عايز تتعلم التدبر في الخلق، ياللي عايز تبقى عابد، ياللي عايز، قدامك طريق من اتنين. الطريق الأولاني إنك أنت تقعد تقرأ وتدرس وتخطط وتعمل رؤية استراتيجية وتكتيكية وتشتغل على نفسك، كل ما تقع تقاوم الإحباط وتقوم لوحدك، صعب أو توصل. والطريق الثاني إنك أنت فقط تركب الطيارة بتاعة الطموح ده، تحط نفسك وسط المميزين في المكان ده، تحط نفسك وسط بيئة النشاط وبيئة النجاح بتاعة الطموح ده، تحط نفسك في المكان الصح، هتفاجأ إنك أنت بقيت بطل.